وزير الشباب ووزير الشباب وافق على تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفة في 5 محافظات. تفاصيل هذا الخبر بتقول وافق دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تنفيذ مشروع أندية البحث عن وظيفة بمراكز الشباب للعام المالي 2018-2019 ب5 محافظات جديدة بتشمل قنا والإسماعيلية واسكندرية ومطروح والدقهلية، فضلا عن استكمال تنفيذ 70 نادي من أندية البحث عن وظيفة بالمحافظات التي سبق بدء التنفيذ بها خلال العام الماضي، وذلك في ضوء استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية شريكا بالمشروع والعمل على زيادة أعداد المستفيدين من الشباب للتدريب والتأهيل للحصول على فرص عمل لائقة. بيهدف مشروع أندية البحث عن وظيفة بمراكز الشباب بإمداد الشباب بالمهارات اللازمة، يعني تدريبهم اللي بتساهم في الحصول على فرص عمل حقيقية ومن ثم القضاء على مشكلة البطالة، وكمان الدعم الفكري الإيجابي للشباب وتحفيزهم على استغلال تلك المهارات للحصول على فرص عمل متميزة وتليق بهم، حيث يتلقى المشاركين دورات تدريبية ومادة علمية يعني مضافة ليها حول كيفية كتابة السيرة الذاتية للسي في، اجتياز المقابلات الانترفيوهات الرسمية، التشبيك مع الشركات، وكيفية البحث عن مصادر الوظائف من خلال يعني أندية البحث عن وظيفة بمحافظات مختلف محافظات الجمهورية. طيب تعالوا نروح منها سريعا.